برزقنا حنا راه 40 عام خايف قال لي حنا لقاتكم شي حاجه انا مسؤول عليها انا مسؤول عليها حنا مشيو قال فمو قال انا مسؤول عليها وفينا هو دابا حتى دخلنا عقل علينا باش تشدو حنا خلينا قالتي لنا في الزنقه غنعسو فيها حنا ولادنا في هاد التراب هذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولاي عبد الله زغلول فاعل جمعاوي رئيس جمعية جسور المواطنة. هنايا كان عندنا واحد الإشكال ديال واحد الدار كانت ديجا هي فارغة. الدار كانت الساكنة ديالها تم الترحيل ديالهم في إطار المحج الملكي. بقات هذيك الدار واقفة وأصلا حنا كنا دائما في المسار ديال النضال ديالنا في هذا الملف كنا كنطالبوا بالهدم ديال المباني الفارغة لأنها كتبقى تآكل وكتبدا تهالك وكتبدا تشكل خطوره على الساكنه. هذه الاولى. فيما يخص هذا الحائط هذا اللي تسبب في هذا الاشكال هذا كنا ديكلارينا به للسلطه المحليه. السلطه المحليه من طبيعه الحال هي عندها شراكه مع مكتب دراسات، عندها شراكه مع شركه دايره مع كونفونسيون ديال الهدم اللي كتقوم بالهدم ديال البنايات اللي تم الاخلاء ديالها وكتشكل خطوره على الساكنه وعلى الماره. جا المكتب ديال الدراسات دار الدراسه ديالو شاف الحائط كيفاش داير بمعنى انه كيشوف اشنو ممكن يدار لهذاك الحيط وشنو هي الطريقه ديال الهدم ديالو. من بعد اليوم جات الشركه اللي كتقوم بالهدم ديالها واش ما جاتش الاليات اللازمه من اجل عمليه ديال الهدم اشنو وقع انه الحائط العمال اللي جاو ليه طلعوا ليه من الدار اللي اصلا فارغه دفعوه على برا. تدفع على برا طاح عند واحد الدار اخرى انفاس معاها. الطاف الاقدر انه البيت اللي طاح السقف ديالو كان ديجا فارغ وتم ترحيل ديال الساكنه ديالو. الساكنه الاخرى اللي كانت ساكنه خرجوهم احتياطيا من اجل درء الخطر، ولكن كاين دابا ضرر كبير في المبنى اللي باقين فيه، في البيوت اللي باقين فيهم الساكنه، الناس باقا لداخل وكاين ضرر انه معنا ناس هنا اللي ساكنين باقين ساكنين تماك وعندهم ضرر كبير. اشنو غادي يدار معاهم؟ اشنو غنديروا معاهم؟ ساكنين دابا شنو؟ واش غيخرجوا للعارة؟ واش غيقلبوا على فينيبات؟ واش هذا هو الاشكال اللي خصنا نطرحوه. هذا الشيء دابا يلاه اليوم اللي وقع. انا جيت لقيت الاشكال الواقع على اساس انا نسقت مع السلطه المحليه باش العمليه ديال الهدم ديال الحائط اش غيديروا كيفاش غيريبوا هذاك الشيء ما كندخلش فيه. انا كندخل في اطار تبليغ على حائط مثلا او بنايه كتشكل خطوره. انا اليوم العشيه جيت على اساس ان الضرر رابت ولكن لقيت اشكال اخر باقي ما تمش التواصل. يلا غنبداو نتواصلوا مع المؤسسه المنتخبه ومع السلطه المحليه. السلام عليكم السيدي. حنا الناس تعدوا علينا بزاف، كنا جالسين في ديورنا هانين، جا قالنا حيدوا راه غادي ما يوقع لكم والو. قلنا لي يديروا الحديد وعشر يبوها راه الدار كلها غتجي علينا. قالنا لا حنا ما عندناش الامكانيات باش غنديروا الحديد. الناس اللي مسؤولين هما اللي قال لك حنا الدوله ما عندهاش الامكانيات باش دير الحديد باش تريب هاد الدار. ما وقع لكم والو، لو وقعت لكم شي حاجه حنا مسؤولين نعوضوا لكم. ومشاو دابا ريت ضربوا الحيط جا على دار جارجي طيح لها الدار كامله، وداري انا تاهي تقاصت. ومشاو بحالاتهم ما تسوقوش لينا. دابا حنا جالسين في الزرقاء حنا وولادنا وحنا والجيران ما مسوق لينا حتى حد، حتى شي مسؤول ما مسوق لينا، شافوا كل شيء على عينيهم وزادوا دابا بحالاتهم ما مسوقوش لينا. قال عارفين ما عندناش فين نجلسوا، ما عندناش حتى فين نعسوا، ما عندناش. كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي غياخذ لنا الحق ديالنا خير منهم كاملين. حسبي الله ونعم الوكيل وعاش الملك. وانا ما عندي فين نمشي، ما عندي لا دار ولا انا جالسه هنا. انا وليداتي هنا راه الدار، انا وليداتي سبعه وليداتي هما جالسين دابا بالتلقى جلستهم. ها هو واحد منهم. ها قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.